يقول إذا دخلت المسجد وكان الإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أقيم جماعة ثانية؟ حسب، إذا كان هذا الإمام هو الإمام الراتب الصلاة الأولى في المسجد تدخل معهم، وأما إذا كان جماعة ثانية أو ثالثة غير الجماعة الأصلية تنتظر مع جماعة ثانية أفضل. فأنت تنظر إذا كان مع الإمام الراتب الإمام الأول لا تدخل معه بالحالة التي هو عليه. إذا أتيتم الإمام وهو راكع، إذا أتيت الإمام وهو راكع فركع وعدها ركعة، وإذا أتيته وهو ساجد فاسجد ولا تعدها شيئا، لكن أمره أن يتابعه. فالأصل المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فدخولك مع الإمام ولو في التشهد أفضل من إقامتك لجماعة ثانية، خاصة أن الجماعة الثانية هناك من أهل العلم كرهها، كره إقامة الجماعة الثانية. لكن إذا كان الأصل هي جماعة ثانية أصلا فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى.